السلام عليكم، معكم أخوكم العازف عبد الرحمن البحريني. حلقة اليوم جدا مهمة لجميع الموسيقيين عامة وخاصة، اليوم راح تكون للعازفين الجيتار. اليوم حبيت أختصر لكم بخمس قواعد راح تسهل لنا حفظ أو طريقة استخراج كذلك الكوردات بمنتهى السهولة والدقة وكل بساطة. عندنا خمس قواعد راح نستعرضها. القاعدة الأولى، ضرورة تحفظ أسماء الأوتار كنغمات ونحفظ النغمات اللي على رقبة الجيتار. مثل ما تعرفون أنا لو حفظت، أو أنتم إذا حفظتوا النغمات اللي على رقبة الجيتار، بإمكانكم تعزفون أو تستخرجون أي كورد من أي طبقة في الجيتار بكل سهولة. مثل ما تعرفوا الأوتار لها أسامي، الوتر الأول من تحت E B G D A E، فتلاحظون عندي اثنين E، فدوزان الجيتار أساسا E minor، عشان شي تلاحظون أن الألحان الرومانسية والحزينة في على الجيتار جدا جميلة. ولا ننسى نحفظ النغمات، مثل ما قلنا لو كانت هاي الإي راح يكون هذه F F sharp، لأن الجيتار كل النغمات هذه أنصاص. F F sharp G G sharp A A sharp B C C sharp D D sharp E، ويعيد نفسه من بين خانة 12، يعيد نفسه النغمات ترجع نفس من هنا كان يعيدها من الأول. القاعدة الثانية، حفظ بعض المسكات الخاصة بالكوردات، تسهل لي في عملية الحفظ واستخراج الكوردات بطريقة جدا سهلة. مثل ما تعرفون لكل كورد وضعيات مختلفة، فأنا لو حفظت هالوضعيات راح تساعدني في حفظ الكوردات. راح ناخذ مثال على ذلك، سلم السي ميجر. الوضعية الكورد الأول وضعيته راح تكون بهاي الشكل، والوضعية الثانية راح تكون بهاي الشكل، الوضعية الثالثة راح تكون بهاي الشكل، الوضعية الرابعة راح تكون بهاي الشكل، الوضعية الخامسة راح تكون بهاي الشكل. الوضعية الأولى لو أخذنا الإي ماينر مثال ثاني، الوضعية الثانية راح تكون، الوضعية الثالثة، الوضعية الرابعة كذلك. لو أخذنا مثال ثاني، لو أخذنا شكل الإي ماينر ولو رفعناه لهني، راح نضطر نحط الصبع، الصبع الأول على الخانة الأولى كاملة، ونفس الطريقة راح يسهل علي حفظ الكورد. ونفس الطريقة في الإي ميجر صار عندي الإف، ونفس الطريقة نطبقها، ونفس الطريقة لو كان عندي على السي، ونفس الطريقة لو مسكنا الدي ماينر، ونفس الطريقة راح أطبقها وأنا رايح على النك. لو خذنا كذلك الإي ماينر نفس الطريقة، راح أعرف أسامي الكوردات بكل سهولة عن طريق المسكات. القاعدة الثالثة، جدا مهم أني أعرف السلالم الموسيقية، سواء كانت الميجر اللي هو الكبير أو الماينر الصغير. مثل ما تعرفون فائدة العلامة التحويلية هي اللي تقول لي أنا في أي سلم حاليا قاعد أعزف الكوردات، ومثل ما قلنا أن العلامة التحويلية هي اللي تحدد لي أنا في أي سلم. مثل ما تعرفون في سلالم الميجر نوعين، أما يكون فيهم شارب أو يكون فيهم فلات. الجي راح يكون في عندي شارب واحد وهيدلني أن أنا في سلم جي، الدي في اثنين شارب هيدل على أن علامتين تحويلتين تابع لسلم الميجر اللي هو الدي، كذلك الاي في ثلاثة شارب، والإي في أربعة شارب، والبي في خمسة شارب، والإف شارب في ستة. أما الفلات عندي الإف في علامة واحدة اللي هي فلات واحدة، أما البي فلات في اثنين، والإي فلات في ثلاثة، والإي فلات في أربعة، والدي فلات في خمسة، والجي فلات في ستة. ولا ننسى أن السلالم اللي ذكرته السلم الصغير راح يتشارك ويا بنفس علامة التحويل بنفس النغمات الموجودة في السلم.
ومثل على ذلك لو قلنا سلم سي ميجر اللي خدناه في الفيديوهات السابقة راح نلاقي انه لا توجد اي علامة تحويل، ويتشارك معاه السلم الصغير في نفس النغمات، ولو كان في ديلي راح يشارك في نفس الدليل او العلامة التحويلية الموجودة فيه. لو خدنا مثال ثاني عندنا سلم الجي ميجر راح نلاقي فيه اف شارب واحدة علامة تحويل واحدة، فهذه العلامة التحويل الوحيدة راح تعرفني ان انا في سلم الجي ميجر، ونفس الطريقة على جميع السلالم الموسيقية. القاعدة الرابعة وهي المهمة جدا، انا شنو استخرج من السلم الموسيقي؟ الكورد. القاعدة الرابعة تقول لي ان النغمة الاولى والنغمة الثالثة والخامسة تكون لي الكورد. لو خذنا مثال على نغمات السلم السي ميجر اللي هي سي دي اي اف جي اي بي، القاعدة تقول اخذ النغمة الاولى في السلم والنغمة الثالثة والخامسة. الاولى اللي هي السي، والثالثة اللي هي الاي، والخامسة اللي هي الجي. بنفس الطريقة راح اتبعها على جميع النغمات الموجودة في السلم الموسيقي، وكذلك الماينر بنفس الطريقة. عشان ابني كوردات مثل ما قلت انه راح نختار النغمة الاولى والثالثة والخامسة. النغمة الاولى في السي ميجر راح تكون السي، والثالثة راح تكون الاي، والخامسة راح تكون اللي هي الجي. لان ابني كورد بكل بساطة ممكن يكون عندي اثنين من النغمة الاساس، او ممكن عندي يكون نغمة خامسة اثنين، ممكن يكون عندي نغمة ثالثة مثل ما تشوفون اثنين، بس المهم يكون ان النغمات الثلاثة موجودين في الكورد. لو اخذنا مثال على الاي ماينر، اول نغمة راح تكون الاي، والثالثة راح تكون السي، والخامسة راح تكون الاي. مثل ما قلت لو تكررت النغمة الخامسة او الثالثة او الاولى، اهم شيء يكون ان النغمة الاساس الثلاثة اللي هي الاولى الثالثة والخامسة موجودين، هي اللي بتسميني الكورد. والقاعدة الخامسة وهي الاخيرة، السلم الميجر الكورد الاول من السلم الميجر راح يكون ميجر، بعدها الثاني راح يكون ماينر، والثالث راح يكون ماينر، والرابع راح يكون ميجر، والخامس راح يكون ميجر، والسادس راح يكون ماينر، والاخير اللي هي السابع راح تكون دمنش. وراح ناخذ الدمنش في حلقات اخرى باذن الله. حلقتنا اليوم فقط على الماينر والميجر. السلم سي ميجر مثل ما قلنا ان القاعده تقول ان اول كورد راح ابني عليه راح يكون ميجر، والثاني ماينر، والثالث ماينر، والرابع ميجر، والخامس ميجر، والسادس ماينر، والسابع دمنش، واخر شيء راح نرجع الى النغمة الاولى واللي هي الميجر. وكذلك راح يكون الطريقة متابعة لان السلم يتكرر. الكورد الاول راح يكون الماينر، والكورد الثاني راح يكون دمنش، والكورد الثالث في السلم راح يكون ميجر، والكورد الرابع في السلم راح يكون ماينر، والكورد الخامس راح يكون كذلك ماينر، والكورد السادس ميجر، والسابع كذلك ميجر. اما في السلم ماينر راح يكون اول كورد ماينر، والثاني دمنش، والثالث ميجر، والرابع ماينر، والخامس كذلك ماينر، والسادس ميجر، والسابع ميجر. وبهاي الخمس القواعد راح اقدر استخرج الكوردات الماينر والميجر بكل سهولة مع الدمنش. واذكر ان الدمنش راح ناخذها في حلقات اخرى بشكل اوسع. في نهاية الحلقة لا تنسوني بدعم قناتي بالاشتراك وتفعيل زر الجرس، وشكرا لكم.